أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. أحييكم في هذا اليوم المبارك يوم السبت والخامس من شهر أكتوبر الحالي لعام 2024 للميلاد، بانطلاقة أسبوعنا الثالث لسن الصغار وهذا اليوم الخاص بسن اللقاية من هجن أبناء القبائل. 25 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصائل، وهناك أشواط خاصة بالإنتاج والمنتجين. المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 4 كيلومترات على البركة نسير. على بركة الله ننطلق، ومباشرة مع المركز الأول الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري يتقدم على المركز الأول ويقدم لنا اسم الحذرة، بينما المركز الثاني وصلت أيضا مختار الخليفة بن سلطان بن رشيد يتقدم على ثاني المراكز، بينما ربشة لأحمد بن سعيد بن شعلان المزروعي يقدم لنا هذا الاسم، خذت المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث ليجد شعاري عابر بن خلفان بن محمد الهاملي مع الظفر الذي أبدع يوم الأمس، واستطاع أن يسجل نقطتين ذهبيتين من خلال هذا الشعار وتألق وعودته أيضا من خلال الانتصارات في الأشواط الرئيسية، وبقيادة خميس الغوشري أحد شبابنا المضمرين والمبدعين دائما وابدا يقدم كل ما هو جديد. النقلة مباشرة إلى الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات، هذه الذيبة لصبيح بن سالم بن عوف الغيلاني يتقدم، وصل الغيلاني وقدم هذا الاسم. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، شوفوا الاسم القادم والواصل في هذه اللحظات، سياد مطر بن سهيل بن منصور ايضا المنصوري يتقدم، شعار بن السهران لياتي مع الوارية، علي بن راشد بن مسلم ود السهران العمري يتقدم، بينما الوصول الاخر هذه سمحة لأحمد بن معيوف بالكدش العامري، مرحبا يا بالكدش ومرحبا بأبناء البوابة 11. الوصول الجديد من مذيار سعود بن علي ود الوحوش المحاربي، يصل أبو محمد يقدم هذا الشعار الذي شاهدنا إنجازاته القوية وتحدياته المثيرة. هذا ندان الأول، هذا ندان الأول، نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. الحذرة الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشل العامري يتقدم في المركز الأول ويقدم لنا انطلاقة الحذرة في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني سمحة لأحمد بن معيوب بالكدش العامري يقدم لنا سمحة، نقلة مباشرة إلى المركز الثالث. هذه الظفرة عابر بن خلفان بن محمد الهاملي بدأ يعبر عبر الهواء مباشرة ليأخذ المركز الثالث. المركز الرابع الوارية لعلي بن راشد بن مسلم ود السهران العمري، بينما المركز الخامس وصلت مذيار سعود بن علي بن حمد ود الوحوش المحاربي يتقدم ويقدم لنا مذيار، بينما الوصول الاخر هذه القادمة سياد مطر بن سهيل بن منصور الشدي المنصوري يقدم لنا هذه الانطلاقة. الاسم الجديد وصل صبيح بن سالم بن عوف الغيلاني يقدم الذيبة، يتقدم مع الذيبة على المركز ايضا السابع. المركز الثامن مختار الخليفة بن سلطان بن رشيد يقدم لنا هذا الاسم، بينما الوصول الجديد من الزاوية الأخرى والقادمة في هذه اللحظات هذه أيضا للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يقدم الشرود، بينما وصل شعار الوهيبي عبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي مع الخوارة، مع الخوارة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، أسماء خلف العشر المراكز الأولى، ولكن لا نسبق الأحداث. الصدارة وين؟ المركز الأول، هذه الحذرة على المركز الأول، يتقدم سعيد بن سهيل بن هاشل العامري يقدم لنا انطلاقة الحذرة على الصدارة الأولى.
المركز الثاني وصلت سمحة أحمد بن معيوب الكدش العامري يقدم لنا سمحة المركز الثاني. المركز الثالث الظفرة وصلت في هذه اللحظات عابر بن خلفان بن محمد الهاملي يقدم الظفرة. الواري وصلت علي بن راشد بن مسلم ود السهران العمري ياتي على المركز الرابع. الخوار العبد الله بن غدير بن حمدان الوهيبي وصلت المركز الخامس. المركز السادس كفاح لأحمد بن سلطان بن رشيد يتقدم وصل بالخطاب. وصل بالخطاب يقدم لنا صعايب في هذه اللحظات يتقدم من خلال سعيد بن سالم بن حمد اليديلي ولكن الحذرة في الصدارة. الحذرة في المركز الأول سعيد بن هاشل العامري يتقدم بو سالم ليقدم لنا الحذرة. وصل بن كدش وصل عابر وصلت الأسماء الخمسمية متر الأخيرة. الله 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 الحذر على الصدارة الحذر على المركز الأول. الوصول الجديد من وسام سلطان بن حمود بن علي اليحافي يتقدم اليحافي. ولد السهران قادم وبن كدش قادم وعابر واصل وأيضا سلطان بن حمود اليحافي. خماسية جميلة في المركز الأول والصدارة الأولى. الوارية 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 علي بن مسلم بن راشد ود السهران العمري وعادة الحذرة مرة أخرى والظفرة لعابر بخلفان الهاملي ولكن ولد السهران إلى أبناء بدية. شوفوا هذا المنظر المهيب أرصد يا عبد الكريم شلبي هذه الأسماء القوية. الله 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 الوارية في المركز الأول الوارية في الصدارة الأولى. علي بن راشد بن مسلم العامري المركز الثاني. الظفرة عابر بخلفان بن محمد الهاملي المركز الثالث. الحذرة لسعيد بن سهيل بن هاشم العامري المركز الرابع. صعايب سعيد بن سالم بن حمد اليديل المركز الخامس. سمحة لأحمد بن معيوب الكدش العامري. ياهو شوط ياهو شوط وياهي منافسة. منظر مهيب للأمانة. شوفوا هذا التجمع شوفوا هذا التجمع 10 بكار في موقع واحد ولكن استطاعت الوارية 6 دقائق 3 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس العلي بن راشد بن مسلم العمري المركز الثاني. 6 دقائق 3 ثواني 5 دقائق من الثانية. تهانينا لمالك الظفرة عابر بخلفان بن محمد الهاملي 6 دقائق 3 ثواني 6 دقائق من الثانية. تهانينا لمالك الحذرة سعيد بن سيل بن هاشل العامري والمركز الرابع 6 دقائق 3 ثواني 8 دقائق من الثانية. صعايب لسعيد بن سالم بن حمد اليديلي المركز الخامس 6 دقائق 3 ثواني و8 أجزاء من الثانية. وصلت المركز الخامس لسلطان بن حمود اليحافي. تهانينا والناموس على هذا الفوز.